الجزء الثاني من الشابتر الأول الخاص بمادة كمبيوتر ساينس هنتكلم فيه على الكمبيوتر برضه هاردوير، بس المرة دي الهاردوير هنا بنقسمها لثلاث أجزاء، اللي هو السي بي يو اللي هو السنتر بروسيسنج يونت اللي هي وحدة المعالجة المركزية، والمين ميموري اللي هي الذاكرة الرئيسية اللي هي الرام والروم طبعا، وعندك الإنبوت والأوتبوت يونت. الثلاث أجزاء دولت كلهم مع بعض بنقول عليهم الهاردوير أو المكونات المادية للكمبيوتر. هنبدأ نتكلم بقى جزء جزء عن الأجزاء ديت، وخصوصا الـ CPU أو الـ Central Processing Unit أو اللي بنقول عليه البروسيسور. الـ CPU في موجود عندنا في الـ CPU الـ Arithmetic and Logic Unit اللي هي وحدة الحساب والمنطق، ودي اللي بتقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية، وهنعرف دلوقتي يعني إيه حسابية ويعني إيه منطقية. وفي Control Unit اللي هي وحدة التحكم اللي بتنقل الداتا من جميع أجزاء الكمبيوتر، وفي عندنا ريجسترز اللي هي السجلات اللي موجودة، وهنعرف بالتفصيل برضو كل سجل موجود بنستخدمه في إيه. ففي عندنا السنترال بروسيسنج يونت اللي هي وحدة المعالج المركزية بتنجز العمليات والبيانات في ثلاث أجزاء أساسية، اللي هي الأرثماتيك أند لوجيك يونت اللي هي وحدة الحساب والمنطق، والكنترول يونت اللي هي وحدة التحكم، والريجسترز اللي هي السجلات اللي بتساعد في عملية المعالجة داخل الكمبيوتر. الأرثماتيك أند لوجيك يونتس هنا الكمبيوتر بيتعامل بلغة اسمها الباينري سيستم أو النظام الثنائي. النظام الثنائي عندنا هنا هو الصفر والواحد، وصفر معناها أوف يعني مفيش كهرباء، وواحد معناها أون يعني في كهرباء، يعني كل العمليات الحساب اللي داخل الكمبيوتر بتتم يا إما في تيار كهربائي يا إما مفيش فيه تيار كهربائي، ولو في تيار كهربائي ياخد رمز واحد، مفيش يبقى صفر. فالارثماتيك اند لوجيك يونت او الارثماتيك اوبريشنز اللي العمليات الحسابيه يا اما بتضيف واحد يا اما في بتطرح واحد يا اما بتضرب واحد وهكذا، فهي بنظام الباينري سيستم. علشان كده لما كنا بندرس في الباينري سيستم كان بيقول لك اخيرا واحد زائد واحد ما عادتش بتساوي اتنين، ده واحد زائد واحد بتساوي صفر ومعانا الواحد. فدلوقتي الكمبيوتر ما يعرفش رقم اتنين، كل اللي بيعرفه رقم صفر ورقم واحد. أما العمليات المنطقية فهي العمليات اللوجيك يا إما AND OR وعملية OR أو XOR أو NOT OR، وبالتفصيل يعني لما بيكون مثلا في العمليات الـ AND اللي هي لازم يكون الاتنين اللي داخلين معاك فعالين معاك. لو خدنا مثال مثلا لـ AND، يعني مثلا لما اقول لك اللي بيخش مثلا حربية لازم يكون جايب مجموع 90% ويكون مثلا عنده لياقة بدنية. طيب لو واحد جايب 90% وما عندوش لياقة بدنية مش هيدخل، طب عنده لياقة بدنية ومش جايب 90% برضه مش هيدخل. يبقى معنى كلمة AND يعني لازم الشرطين يتحققوا مع بعض، لازم الشرطين اللي داخلين يتحققوا مع بعض عشان يديني الناتج بتاعي. يعني مثلا لو ده صفر ما اتحققش اوف يعني ودوت اوف، او دوت فولس وده فولس، يبقى الناتج فولس معايا مش هيتحقق. لكن لو واحد مثلا فولس برضه مش هيتحقق، يبقى الشرط بتاعي اند لازم يكون الاتنين متحققين، يبقى لازم الرقم الاولاني يكون ترو والتاني ترو علشان يديني الناتج ترو. اند يعني لازم يكون الشرطين متحققين مع بعض. اما اور يعني بيكون الناتج اتحقق لو احد الشرطين تحقق معايا او الشرطين معا، بمعنى يعني لو عندي A فولس و B فولس يبقى الناتج فولس لان مفيش حاجه اتحققت من الاثنين. طيب لو الناتج الاولاني مثلا فولس والتاني ترو هيتحقق معاني، يبقى انا مثلا ممكن اقول لو بقول مثلا اندهلي محمد او احمد، يبقى لو ندالي محمد ماشي ندالي احمد ماشي ندالي الاثنين خير وبركه. يبقى دلوقتي عندي الاور اي من الشرطين او الشرطين معا بيتحقق يكون الناتج ترو معايا، يبقى صفر وصفر او فولس وفولس هيديني فولس، فولس وترو هيديني ترو برضو لان في شرط من الاثنين اتحقق، ترو فولس برضو هيديني ترو، والاثنين لو ترو هيديني ترو. اما الاكس اور فهي بيديني لو الاتنين شكل بعض بيديني فولس، يعني لو اتنين شكل بعض بيديني فولس، يعني مثلا لو فولس وفولس هيديني فولس، طب ترو ترو برضه فولس، يبقى لازم يكون في اختلاف ما بين A و B، في الحالة دي هيديني ترو. يبقى لو واحد منهم فولس والتاني ترو
هيديني true. أما اللوجيك الأخير أو النوت اللي هي النفي بيديني عكس الإدخال، يعني لو الانبوت عندي 0 هيبقى الاوت عندي 1، يعني لو الانبوت معايا false يبقى الاوتبوت true، ولو الانبوت معايا true يبقى الاوتبوت false. ده باختصار اللوجيك اوبريشنز أو العمليات المنطقية. واحنا اتفقنا ان الكمبيوتر كان زمان بنسميه الحاسب الآلي لانه كان بيقوم بالعمليات الحسابية، لكن دلوقتي بيقوم بعمليات لوجيك كمان، وعشان كده بنسميه الكمبيوتر وبيقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية. يبقى كده الجزء الأساسي في السي بي يو أو السنتر بروسيسنج يونت اللي هو الأريثماتيك أند لوجيك أوبريشنز اللي هي العمليات الحسابية والمنطقية، وخدنا أمثلة من العمليات الحسابية والعمليات المنطقية. الريجسترز أو السجلات، لو كلنا لاحظنا الأسانسير أو مثلا في الآلة الحاسبة لو بصينا في الشاشة كده في الشمس هنلاقي أي رقم عندنا بيتكتب على شكل واخد رقم 8. لو اعتبرنا ان كل شرطة من الشرط الصغيرة بتاعت التمانية ديت لمبة نيون صغيرة، اللمبة دي لو نورت بيديني 1 يبقى في كهرباء، ولو منورتش يبقى 0 يبقى اوف يبقى مفيش كهرباء. لو حبيت مثلا اكتب رقم 5 يبقى في واحدة منهم بتاخد 1 ودي 1 كده وكده 1، يبقى دولت كلهم اللي نوروا معايا فبيديني رقم 5. اما الاجزاء اللي منورتش معايا فبتاخد 0. معنى كده إن أي رقم داخل الكمبيوتر بياخد له 8 شرط صغيرين، والشرطة الصغيرة ده بنسميها بت، أما الرقم بالكامل بياخد شكل اسمه بايت، وديت وحدة القياس الأساسية في الكمبيوتر. يبقى عند الكمبيوتر وحدة القياس الأساسية عندنا البايت، والبايت بياخد 8 شرط صغيرين اللي هي البت بي اي تي، أو حرف مثلا بياخد برضه 1 بايت. فبيتقسم الحرف عندي لأجزاء صغيرة كده اللي هي البت، والتمن أجزاء دولت مع بعض بنسميهم البايت، وديت وحدة القياس الأساسية عندي. طبعا زي ما عندنا في وحدات القياس الوزن مثلا الجرام والكيلو جرام، عندنا برضو البايت، في عندنا كيلو بايت وفي ميجا بايت وجيجا بايت وتيرا بايت، بس عندنا الكيلو بايت أكبر من البايت، يعني الكيلو بايت في كام بايت؟ في 1024 بايت. 1024 بايت ليه 1024؟ ليه ما قالش 1000 وريحنا من الموال ده؟ لان احنا هناخد بعد كده بياخد مضاعفات الرقم 8. يبقى عندنا هنا السي بي يو او السنترال بروسيسنج يونت، خدنا منها الارثماتيك اند لوجيك يونت، وعرفنا يعني ايه العمليات الحسابيه والمنطقيه، ووحده القياس الداخليه داخل الكمبيوتر بنستخدم فيها البايت اللي بتاخد حرف واحد او رقم واحد. السي بي يو او السنتر بروسيسنج يونت بيتعامل مع جميع اجزاء الكمبيوتر، يعني بيتعامل مع وحدات الادخال، وبيتعامل مع الاوتبوت يونت ديفايس، وبيتعامل مع المين ميموري، واللي بيتحكم في الكلام ده كله اللي هو الكنترول يونت. اما الريجسترز او السجلات عندنا داخل السي بي يو، ففي عندنا سجلات فيها الريكورد 1 وريكورد 2، دولت مختصين بالانبوت يونتس لوحدات الإدخال، أما ريكورد 3 ده مختص بالأوتبوت يونت أو وحدات أو الأوتبوت داتا بإخراج البيانات، أما السجل الأخير ده فهو ده مختص بالإنستراكشنز أو التعليمات، ده خاص بالسجلات اللي موجودة عندنا أو الريكوردز الريجسترز اللي هي السجلات الموجودة داخل السي بي يو. يبقى في عندي الريجستر 1 وريجستر 2، دولت مختصين بالانبوت داتا، والريجستر 3 مختص بالاوتبوت داتا، اما الريجستر اللي موجود هنا الرابع فهو مختص بالانستراكشنز او التعليمات اللي موجوده داخل السي بي يو. طبعا دولت برضو اجزاء موجوده داخل الكمبيوتر وفي داخل السي بي يو. وفي عندي كمان حاجه اسمها الكاش. الريجسترز او السجلات دي تعتبر بالظبط كده لو خدنا مثال عاملة زي الدكتور اللي داخل عملية جراحية يعمل عملية جراحية للمريض، بيبقى فيه ناس مساعدين للدكتور. الريجسترز أو السجلات دي تعتبر المساعدين للسي بي يو، بتجهز له العمليات الحسابية اللي بيقوم بيها، يعني هو مثلا بيقوم بعملية حسابية فتكون مجهز العملية الحسابية التانية اللي هيقوم بيها السي بي يو قبل ما يقوم بيها، فبالتالي بيسهل عليه وبيوفر عليه في الوقت. يبقى كده معناها ان الريجسترز او السجلات دورها مهم جدا
في تسريع أو عمل سرعة لعملية الكالكوليشن أو العمليات الحسابية داخل السنترال بروسيسنج يونت أو وحدة المعالجة المركزية. في عندنا برضو اللي هي ازاي وصلنا ل1024 في وحدة القياس، ولما بنيجي حتى نشتري رامات يقول لك انا عايز رام مثلا 32 64 16، لكن ما ينفعش تقول له انا عايز مثلا رام 30 او رام 20. ليه الارقام ديت محددة معانا من اول 8 16 32؟ لان احنا اتفقنا ان وحدة القياس السي عندنا اللي هي البايت، وقلنا البايت بيساوي 8 بت، يعني اللي هي أصغر وحدة عندنا اللي هي البايت، والبايت بيساوي 8 بت. يبقى 8 و8 16، 16 و16 32، 64 128 256 512. ولو جمعنا ال 512 على 512 هيديني 1024. من هنا عرفنا ليه جاء الرقم 1024 مقليش 1000. يبقى الكيلو بايت بيساوي 1024 بايت، والميجا بايت 1024 كيلو، والجيجا بايت 1024 ميجا بايت، والتيرا بايت 1024 جيجا بايت. يبقى أكبر وحدة قياس عندي هنا التيرا بايت، وأقل وحدة قياس البايت اللي هي بتاخد حرف واحد أو رقم واحد ومكونة من 8 بت زي ما انتم شايفين في الشكل اللي موجود قدامكم. لو عملنا لها اختصار كده، يعني مثلا عند الكيلو بايت المفروض ان هو بيساوي 1024 بايت. طيب بنخليها 1024، دي بتساوي كام عندي لو عملناها بالباور او بالاس؟ يعني عندك 2 اس 10. طب جت منين 2 اس 10؟ لو خدنا رقم 2 مثلا، مضاعفات ال 2 4، مضاعفات ال 4 8، مضاعفات ال 8 16، 32 64 زي ما اتفقنا 128. لو جينا نعد الخانات دي كلها هيبقى عندي 10 مضاعفات لرقم 2، يبقى 2 باور 10 أو 2 أس 10 بتساوي 1024، وهكذا في باقي العمليات اللي موجودة معانا في الميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت. لكن لو خدنا الأس الأساسي عندنا هنا 10، هتبقى تقريبا 10 أس 3 أو 10 باور 3، يعني 10 تضربها في نفسها 3 مرات تدينا 1000، بس هو هنا تقريبا يعني بيساوي 1000، لكن هي تحديدا أو بالدقة إكزاكت يعني بالظبط هتبقى 1024. طيب نيجي بقى لأنواع المين ميموري. في عندنا الرام والروم، واتكلمنا عليها قبل كده. الرام بقى في أشكال كتير من الرام، يعني في حاجة اسمها اس رام واس دي رام ودي دي رام ودي دي رام 2 وار دي رام وموال كبير كده. هنديلكم فكرة بسيطة كده عن الأشكال اللي موجودة معانا. الاس رام اللي هي الاستاتيك رام، وديت كانت ذاكره ثابته زمان في اختراع الكمبيوتر، فما كانش حاجه يعني ما كانش تقدر تعدل فيها. لكن دلوقتي عاد في عندك الدي رام الاول دايناميك رام، بتقدر تكتب عليها وتحط وتمسح اللي انت كاتبه، يعني بتريد اند رايت بمعنى اصح. ومعنى كلمه رام راندوم اكسس ميموري، يعني ذاكره وصول عشوائي، مش معناها ان هي عشوائيه في العمليات الحسابيه بتاعتها، لا، هي معناها انك بتقدر توصل بعشوائيه لاي مكان انت عايزه، مش لازم تمشي بالترتيب، يعني مش لازم تمشي 1 وبعدين 2 وبعدين 3، لا، انت ممكن توصل ل3 مره واحده. علشان كده سميناها رام او راندوم اكسس ميموري او ذاكره الوصول العشوائي. في نوع برضو من الرامات اسمه اس درام، اللي هو سينكرونايز دايناميك رام او ذا سينكرونايز دايناميك راندوم اكسس ميموري، وديت بيبقى متطورة عن الدي رام. والار دي رام برضو في انواع تانية مختلفة واشكال كتير من الرامات، احنا ادينا لك فكرة بسيطة عنها. تعرف من الاخر ان الرام هي فولاتايل ميموري، اللي هي ذاكرة متطايرة او ذاكرة وصول عشوائي او ذاكرة مؤقتة، فعشان كده بنقول عليها ان هي لوس اتس كونتنت وين ذا كمبيوتر از تيرند اوف. اما الروم ده بقى ده موال تاني خالص، والروم ديت ريد اونلي ميموري، اللي هي ذاكره القراءه فقط، وديت اللي بيحطها في الكمبيوتر اللي هو البروديوسر كومباني، الشركه المنتجه للكمبيوتر، وبيبقى فيها الاوامر اللي بتقوم بتشغيل الكمبيوتر في بدايه تحميله لغايه ما بتوصل للاوبريتنج سيستم وتحطه في الرام. فكانت في البدايه اسمها ريد اونلي ميموري او روم،
وحصل مشكلة سنة 1999 في بداية 2000 أو سنة 2000، قال لك كل أجهزة الكمبيوتر هتعطل، وكان السبب إن الروم ديت كان عليها برنامج ثابت وتاريخ الجهاز كنت بتعدل في الرقمين اللي على اليمين لكن ما تعدلش في الرقمين اللي على الشمال، يعني 1980 مثلا تعدل في 80 لكن ما تعدلش في 1900، يعني رقم 19 اللي على الشمال ده ما كنتش تقدر تعدل فيه. فلما جينا سنة 1999 كتبنا 99 وحطت 19 اللي على الشمال بقت 1999، لكن لما جت سنة 2000 احنا نحط رقمين اللي على الشمال اللي هما صفرين، فهو المفروض يحط كام؟ المفروض يحط 20 لكن حاطط 19 فرجعك ل 1900 تاني. علشان كده كل أجهزة الكمبيوتر ما كانتش بتقدر توصل لسنة 2000، وبالتالي حصلت مشكلة ما عرفش كانت متعمدة ولا لأ علشان يشتروا أجهزة جديدة. المهم إن الناس بدأت تاخد بالها فعملوا تطور للروم أصبح اسمها بي روم، والبي روم هنا اختصار بروجرامبل ريد اونلي ميموري، اللي هي انك تقدر تعيد برمجة الروم مرة تانية. وكانت عملية اعادة برمجة الروم كانت عملية مكلفة جدا، وكان ممكن الشركة المنتجة هي اللي تقدر تعمل اعادة برمجة للروم، فكانت العملية صعبة وبرضه ما عجبتش المستخدم للكمبيوتر فعدلوها تاني وسموها اي بي روم. اي بي روم يعني اريزابل وبروجرامبل ريد اونلي ميموري، لكن في البروجرامبل ريد اونلي ميموري كنت بتقدر تعدل الروم مره واحده بس، عامله زي الاسطوانات السي دي او الدي في دي، فتعدلها مره وما تقدرش تعدلها تاني، فبرضه ما عجبتش المستخدمين فقال لك طيب انا هخليها لكم اي بي روم، يعني اريزابل بروجرامبل ريد اونلي ميموري، يعني تقدر تعدلها وتمسحها وتعدل وتمسح اي عدد من المرات زي الفلاشة مثلا. فإنك تعدلها وتمسحها كانت برضو مكلفة بالنسبة للناس، لأن أنت بتستخدم أجهزة معينة في عملية إعادة برمجة الروم، وبالتالي عملوا آخر حاجة عندنا اللي هي الـ EEPROM اللي هي Electrically Erasable Programmable Read Only Memory، يعني تقدر تمسح وتعدل الروم باستخدام الكهرباء العادية خالص زي ما انك بتسجل على الهارد ديسك. وديت اخر حاجة موجودة معانا، ورغم كده برضو حصلت مشكلة اكبر من اللي فات كله، ان طالما قدرت تقدر تغير في الروم بالكهرباء فبالتالي انت سمحت للفيروسات ان هي تقدر تعدل الاوامر الاساسية للروم، وبالتالي اصبحت الروم معرضة ان هي تتمسح باستخدام الفيروسات وبيفقد البويس الشحن بتاعه، بيقول لك الكمبيوتر محتاج شحن فويس. دي تطور الروم بتاعتنا او الريد اونلي ميموري لغايه ما وصلت للشكل اللي موجود حاليا اللي هو الاريسابل الكتريكالي اريسابل بروجرامبل ريد اونلي ميموري. بعد كده نتكلم على الاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل زي الويندوز مثلا، الماك او اس اكس والابل، في عندنا اللينكس اللي هو ده شكل اللينكس، وعندنا الويندوز وعندنا الابل، وبالنسبة للموبايلات مثلا عندنا الاندرويد. الاوبريتنج سيستم ده نوع من السوفت وير، من نوع من البرامج. السوفت وير عندنا في عندنا اوبريتنج سيستم، في ابلكيشن بروجرامز، في بروجرامينج لانجويج اللي هي لغات البرمجة، في كمان عندنا اليوتيليتيز اللي هي البرامج الخدمية. احنا بنتكلم دلوقتي على الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ده يعتبر المين between user and hardware أو الكمبيوتر، الوسيط ما بين الكمبيوتر والمستخدم، الهاردوير والكمبيوتر and the user، ودوت الأول ما الكمبيوتر بيفتح معاك أو الموبايل أو التابلت لازم يدور على الأوبريتنج سيستم، لأن اتفقنا إن الكمبيوتر understand machine language only اللي هي لغة الآلة فقط اللي هي الباينري سيستم اللي هو النظام الثنائي اللي هي الاصفار والوحيد، وطبعا اليوزر اللي هو المستخدم مش هيقدر يتعامل مع الباينري سيستم، وبالتالي لازم يكون في وسيط ما بينك كيوزر وما بين الماشين لانجويج، هو ده الاوبريتنج سيستم اللي هو الويندوز. علشان كده بداية تحميل الكمبيوتر لازم يدور الاول على الاوبريتنج سيستم ويحمله فيه الرامات. يبقى الاوبريتنج سيستم ده الوسيط ما بينك وما بين الهاردوير او الكمبيوتر. طبعا كل دي انواع من الاوبريتنج سيستمز او انظمه التشغيل، واشهرها طبعا اللي هو الويندوز.
الاوبريتنج سيستم الويندوز مثلا ما كانش كان فيه اول ظهر معانا اللي هو الدوس اللي هو المايكروسوفت دوس اللي هو الديسك اوبريتنج سيستم ده قبل ما يظهر ويندوز، وده كان بيدينا شاشة سمرة كده بندي فيها الأوامر الخطية، كنا بنسميها الكوماند برومبت أو الأوامر الخطية، وما كناش بنستخدم فيها الماوس، كان الكيبورد بس هي المين انبوت يونت هنا عندنا، وكان الاستخدام ده قبل ما يظهر الويندوز أو الجرافيكال يوزر انترفيس أو واجهة المستخدم الرسومية. وفضلنا نشتغل فترة بالمايكروسوفت دوس لغاية ما ظهر أول أوبريتنج سيستم ويندوز هنا اللي هو كان ويندوز اسمه 3.1، وده كان بيتحمل على 12 ديسك فلوبي صغير كده كنا بننزلهم أو بيتسطب على الكمبيوتر بترتيب الديسكات. بعد كده تطور الويندوز معانا وظهر ويندوز اسمه اكس بي، وبعد كده ظهر ويندوز 95، وده كان من سنة 95 لغاية سنة 97، بعد كده ظهر ويندوز 98، وبعد كده ظهر ويندوز اسمه ميلينيوم، وبعد كده ظهر ويندوز فيستا، ما عادش كتير ويندوز فيستا، بعد كده ظهر ويندوز 7 وده قعد فترة كبيرة ومستخدم لغاية الآن، وبعد كده ظهر ويندوز 8 ما قعدش فترة كبيرة برضو زي الفيستا كده، لكن ويندوز 10 قعد فترة كبيرة، وحاليا ظهر ويندوز 11 اللي هو موجود حاليا بيحاولوا يطوروه بس محتاج إمكانيات عالية للكمبيوتر. بداية من الويندوز ظهر الجرافيكال يوزر انترفيس اللي هي واجهة المستخدم الرسومية، وظهر الماوس ودروب داون مينيو اللي هي القوائم المنسدلة والتول بارز اللي هي أشرطة الأدوات والأيكونز اللي هي الرموز اللي بتظهر على الديسك توب، وبدأ المستخدم يتعامل مع الكمبيوتر بالماوس، وأصبح الماوس اللي هو المين انبوت يونت بدل من الكيبورد في حالة المايكروسوفت دوس. البروجرامز بقى ده نوع برضو من انواع السوفت وير، يعني الاوبريتنج سيستم نوع من انواع السوفت وير، وعندنا البروجرامز اللي هي الابلكيشن بروجرامز اللي هي البرامج التطبيقيه اللي هي بتتحط على الويندوز بعد التحميل، وكله طبعا يوزر بيستخدم ابلكيشن مختلف عن اليوزر التاني، يعني انت بتستخدم الابلكيشنز اللي بتساعدك في عملك او اللي انت بتهواها مثلا زي جيمز مثلا مايكروسوفت اكسل مايكروسوفت وورد جوجل كروم، كل دي تعتبر ابلكيشن بروجرامز اللي هي برامج تطبيقيه ما بتشتغلش الا بعد تحميل الويندوز اللي هو الاوبريتنج سيستم. طيب مين بقى اللي بيعمل الابلكيشن بروجرامز ديت؟ ناس مبرمجين بنقول عليهم بروجرامرز. البروجرامرز دولت هم اللي بيصمموا الابلكيشن بروجرامز بحاجه اسمها البروجرامينج لانجويج. البروجرامينج لانجويج دي اللغه لغات البرمجه اللي بتنتج بيها تطبيقات زي الابلكيشن بروجرامز زي الفيجوال بيزك والسي والسي شارب والحاجه اسمها كيو بيزك، كان زمان حاجه اسمها كيو بيزك وجي دبليو بيزك وفيجوال بيزك وادفانسد فيجوال بيزك وفيجوال بيزك دوت نت، دي تطورات الفيجوال بيزك، وفي السي والسي شارب والكوبل والفورتران والباسكال والجافا، لغات برمجه كتير جدا بنستخدمها في انتاج تطبيقات، واخرها طبعا بايثون دلوقتي بينتجوا تطبيقات للموبايل والاندرويد والتابلت والحاجات دي. اما اليوتيليتيز ده برضو نوع من انواع السوفت وير، واليوتيليتيز دي البرامج الخدميه اللي بتخدم الويندوز زي الانتي فيروس مثلا اللي بيحمي الكمبيوتر بتاعك من الفيروسات. فعندك الاوبريتنج سيستم والابلكيشن بروجرامز والبروجرامينج لانجويج واليوتيليتيز، كل دول بنقول عليهم السوفت وير او البرامج. البرامج البرنامج ده عبارة عن instructions تعليمات أو commands أوامر بتنفذ perform specific task بتنفذ مهمة محددة. فمثلا في بعض البرامج مثلا games، في بعض البرامج للword processing لمعالجة النصوص، في برامج مثلا spreadsheet كده والحسابية، وفي برامج للديزاين زي الأوتوكاد و3D Max اللي بتجمع والفوتوشوب، كل دي برامج بنقول عليها application programs بتنفذ commands أو instructions معينة على حسب الاستخدام. طبعا في العديد من البرامج وكلنا بنستخدم أغلبها زي ما انتم شايفين، في جوجل كروم اللي يستخدمه للإنترنت، في games، في word processing، في أدوب فوتوشوب، الحاجات دي كلها سكايب وجوجل كروم. Data and information.
الفرق بين البيانات والمعلومات. البيانات هي المادة الخام للمعلومات، يعني مثلا احنا بندخل داتا للكمبيوتر، السي بي يو بيعملها بروسيسنج او كلاسيفيكيشن او اورجانيز او مانج، المهم ان هو او بروسيس مثلا او سورت او فلتر، المهم بيحولها لي في الاخر للمعلومات مفيدة او يوسفول انفورميشن. الداتا اللي احنا بندخلها للكمبيوتر مثلا زي النمبرز، الليترز، الساوند، الفيديو، بيخرج لي بقى انفورميشن زي الشارتس، رسوم بيانية، تيبلز، جداول، ريبورتس، تقارير او افلام معينة. فطبعا ده بيتم بعد ما كان حاجة ملهاش معنى اصبح هي معنى بعد ما عملناها بروسيسنج او المعالجة. يبقى انا بستخدم وحدات لادخال اللي هو الانبوت يونتس في ادخال الداتا، اما الاوتبوت يونتس بتخرج لي انفورميشن او معلومات. اشكال الداتا عندي واشكال المعلومات زي ما انتم شايفين كده، في اشكال كتير للداتا واشكال للمعلومات، والفرق ما بينهم ان الانفورميشن عبارة عن داتا بس حصل لها بروسيسنج او حصل لها عملية معالجة. نيجي بقى للنتوركس او الشبكات. النتوركس او الشبكات لما اعمل كونكت تو اور مور كمبيوتر توجذر يبقى انا عملت نتورك، عملت شبكه. لو انا وصلت جهازين كمبيوتر او اكتر مع بعض يبقى انا عملت نتورك او عملت شبكه. النتورك الهدف من عمل نتورك اللي هو شيرنج داتا، مشاركه البيانات، شيرنج ريسورسز، مشاركه المصادر زي الطابعات مثلا والسكانرز. النتوركس انواع مختلفه زي اللان والوان والمان، وناخد الكلام ده كله بالتفصيل. لكن مبدئيا دلوقتي النتورك او الشبكه الهدف منها شيرنج داتا اند ريسورسز او المصادر، او نعمل حاجه اسمها داتا سنتراليزيشن اللي هي مركزيه البيانات. عشان اكون شبكه لازم يكون عندي حاجه اسمها سيرفر اللي هو الخادم، اللي هو الجهاز الضخم اللي بيتحط عليه الداتا كلها، وفي عندي يكون ورك ستيشن اللي بنقول عليها الكلاينت او العميل او الزبون اللي هو الاجهزه البيرسونال اللي هي الكمبيوتر الشخصي اللي انت هتوصله بالسيرفر. وطبيعي جدا هتبقى محتاج كابلات زي كابلات النت وخطوط التليفون عشان تقدر توصلها لاجهزه الكمبيوتر ببعضها وتجيب النت عندك على البيت. يعني لو انت مثلا عايز تعمل لين او شبكه محتاج اولا يكون عندك خط تليفون ارضي على اساس ان تقدر تجيب عليه خدمه الانترنت اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي هو مزود خدمه الانترنت. وبعد كده هيكون عندك حاجه اسمها راوتر اللي هو الجهاز اللي بيستقبل الانترنت. وقبل ما ندخل سلك التليفون للراوتر بنحطه في حاجه اسمها سبليتر اللي هو موزع اللي بيفصل الحراره بتاعه التليفون عن الانترنت. وبعد كده بنوصل الانترنت للراوتر. ممكن ناخد بقى كابلات من الراوتر للأجهزة الكمبيوتر مباشرة، أو لو عندنا مثلا أجهزة لابتوب أو موبايل أو تابلت ممكن نستخدم واي فاي اللي هو وايرلس أو بدون أسلاك. يبقى احنا محتاجين سيرفر، في ورك ستيشن، في كيبلز أند تليفون لاينز. أنواع الشبكات عندنا، أول شبكة عندنا اسمها لان، واللان دي اختصار لوكال اريا نتورك أو الشبكة المحلية، وبتبقى ليميتد، محدودة في اريا محددة داخل مثلا منزل او داخل مبنى او مجموعة مباني متجاورة، المهم يعني تقريبا ما بيزيدش عن حوالي كيلومتر. اللان ديت لو دخلنا فيها اسلاك وعملنا فيها وايرلس او بدون اسلاك في الحالة ديت ممكن نطلق عليها وي لان اللي هي وايرلس لان، اللي هي شبكة محلية باسلاك وبدون اسلاك، وايرد او وايرلس باسلاك او من غير اسلاك. وديت ابسط الشبكات اللي موجوده معانا. وفي عندنا نوع تاني من الشبكات بنسميه المان. المان ده بقى بيبقى مساحته اكبر من كيلومتر، بيبقى داخل مدينه زي مثلا فروع بنك معينه او فروع شركه لها افرع كتير، بتبقى الشبكه اكبر من الكيلومتر ومساحتها اكبر بس في حدود الدوله اللي انت موجود فيها، فبتسميها مان اللي هو اريا نتورك اللي هي متوسطة موجودة او العاصمة، بتبقى داخل العاصمة نفسها. في عندنا بقى نوع اللي هو الوان اللي هو الوايد اريا نتورك، الشبكة العالمية الواسعة،
وديت بتبقى ما بين الكونتريز او الكونتيننتس، ما بين الدول والقارات، وبتبقى ممكن تضم كل دولة فيها مجموعة من اللانز وتوصلها مع بعضها مع دول اخرى، وديت الشبكة العالمية الواسعة، اكبر الشبكات اللي موجودة معانا. من ضمن خدمات الوان اللي هي الانترنت، يعني الانترنت يعتبر خدمة من ضمن خدمات الوان. بكده يبقى خلصنا الشابتر الأول كامل، ده كان الجزء الثاني من الشابتر الأول اللي هي Introduction of the Computer أو مقدمة عن الكمبيوتر. خدنا فيها أجزاء الكمبيوتر اللي هو الهاردوير والسوفتوير، وخدنا شبكات، وخدنا الانبوت يونت والاوتبوت يونت والبروجرامز والسوفتوير والنتوركس اللي هي الشبكات والإنترنت. خدنا بالتفصيل مقدمة عن كل أجزاء الكمبيوتر. انتظرونا في الشابتر الثاني إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.